سبحان الله، هذا النبي الرحيم له يعني قصة تتطابق مع الأبحاث العلمية الحديثة. سأذكر لك ما وجده العلماء حديثا. كلما قلت لطفلك لا، هناك معلومة سلبية دخلت إليه. فأحد الباحثين أحصى معدل الآباء كم مرة يقولون للأطفال لا، فوجد أنه أن الطفل يتلقى في السنة أكثر من 10,000 معلومة سلبية تنحفر في دماغه. فلذلك تجد الطفل أحيانا يصبح عنيدا، يصبح لا يستجيب للأبوين، وأحيانا يصبح عدوانيا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج هذه الظاهرة بمنتهى البساطة؟ سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لم يقل لي ولا مرة، طبعا أروي الحديث بالمعنى، لم يقل لي ولا مرة عن شيء فعلته لما فعلت كذا، ولم يقل لي ولا مرة عن شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. إنما دائما كان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. انظر، النبي 10 سنوات لم يعطيه معلومة سلبية واحدة، وبالتالي سيدنا أنس كيف كان سلوكه، كيف كانت حياته، كيف كان اهتمامه بالعلم. العلماء اليوم يقولون لك ينبغي أن تقلل المعلومات السلبية التي أو الأوامر السلبية التي تعطيها لابنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الأوامر السلبية 0، وبالتالي كان مثاليا في تربيته للأطفال صلى الله عليه وسلم.